السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة دنيا بلوغ. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم دجاج محمر في الفرن بواحد تتبيلة خطيرة جدا، وجربوها البنات وردوا عليا الخبار في التعاليق. لهذا الدجاج إن شاء الله نحتاجو واحد دجاجة ما تكونش كبيرة بزاف باش تطيب لنا في الفرن، ما تاخذ ليناش الوقت بزاف، وام الطوم تيجيش ناشف، اللحم ديالو تيجي زوين. هاد الدجاج ان شاء الله يكون عنده واحد المكون رئيسي، وجربوه وما غاديش تندموا. الدجاج ديالنا غنكونوا غسلناه بليله كامله قبل، نرقدوه في شويه ديال الملح وشويه ديال الحامض وشويه سكينجبير، ومن بعد عاد باش نديروا له هاد التتبيله هذه. نحتاج واحد حامضه نعصروها مزيان، ونحتاجو التوابل ديالنا. هاد الدجاج ما نديروش له القزبر ومعدنوس كما العاده، غنتبلوه بالتحميره. عندنا واحد ملعقه صغيره، 4 ملاعق زيت زيتون، ملعقة صغيرة زنجبيل سكينجبير، ملعقة صغيرة إبزار، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة من التوابل فيها القزبر حبوب مدقوق، وفيها بسيبيسة و شويه ديال الكمون. عندنا نحتاجو لواحد 3 فصوص ديال الثوم، الملح على حسب الذوق، ونخلط الكل جيدا. غنشرملو الدجاجة ديالنا عادي على هاد الشكل، نغطيوها مزيان وندهنو الجوانب مزيان، ندخلو التتبيلة ديالنا الدجاج بحال هاد الشكل. ومن بعد ما نتبلو الدجاجه ديالنا غنخليوها واحد ساعتين تشرب العطريه، ومن بعد عاد باش ندخلوها الفرن.
من بعد ما خلينا ساعتين باش تشرب لينا العطريه، غنجيب واحد الطاوله اللي تدخل الفرن، ندخلوا دوك الحامضات اللي سبق لينا وعصرناهم، غنغطيو الطاوه ديالنا بالبابي كويسون، ومن بعد نغطيوه بالبابي الومنيوم باش يشد لينا الطياب. وغندخلو الدجاجه ديالنا للفرن على درجه حراره 200 ونخليوها تطيب على خاطرها. غندوزو للمرحله الثانيه، هاد الدجاج غنرافقوه بالبطاطا معمره، غنخوي البطاطا على هاد الشكل، بحال هاد الشكل بحال هكا تكون خاوية من الوسط، والبطاطا اللي حيدنا من الوسط من طبيعة الحال هي اللي غنعمرو بها هاد البطاطا، غادي نطحنوها بحال لابيوري، طحنوها مزيان، وغادي نزيدو شوية زيت زيتون ونشحروها مزيان على هاد الشكل. من بعد غنزيدو عليها صوص طوماط، وغنزيدو عليها التوابل، شويه ديال الكركم، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، معدنوس مقطع، والزيتون الاسود مقطع، غنشحرو الكل جيدا على عافية مهيلة. ومن بعد غندوزو باش نعمرو البطاطا ديالنا على هاد الشكل بحال هكا، ومن بعد ما سالينا لاصوص ديالنا غنكونو سلقنا البطاطا الاولى اللي خوينا نص سلقه، ومن بعد غندوزو باش نعمروه، غنديرو الفخوماج هو الاول، وغنديرو ديك الخليط اللي درنا، ديك البطاطا اللي طحنا نعمروها على هاد الشكل بحال هكا، وغنديرو من فوق منها فخوماج على هاد الشكل بحال هكا. تنتمنى البنات تكون الطريقه مفهومه، ودابا هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما خرجنا من الفران، تيجي طايب وما تيجيش ناشف، تيجي على هاد الشكل بحال هكا، وفيه واحد الرائحه يا سلام. ندوزو دابا باش ندخلو المرة الثانية للفرن، وغادي نستفو معاه البطاطا حتى هي باش تحمر وتكمل الطياب ديالها مع الدجاج. هاد الطريقة ديال هاد البطاطا بحال هكا معمرة تجي واحد البطاطا تجي لذيذه بزاف، وفي نفس الوقت صحيه، ماشي بحال البطاطا اللي كنقليو في الزيت،
وغير شربوها البنات راه ما غاديش تندموا. تقدري تستعمليها العراضات، ولا تستعمليها من تكون شي مناسبة، ولا بغيتي تفرحي الوليدات. الدجاج ديالنا غادي ندهنوه بشويه ديال خلط، شويه ديال التحميره مع شويه ديال الزبده، وندهنوا الدجاج ديالنا بحال هذا الشكل، بحال هكا كيزيد يعطيه واحد المذاق. جربوا البنات التحميره في هاد التحمار ديال هاد الدجاج بحال هكا، وردوا عليا الخبر، اكيد اكيد غادي تعجبكم والنتيجه غادي تكون مرضيه. وتنتمنى البنات تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم، واكيد اللي عجبته الوصفه يبارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ويخلي لنا تعليق. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، قدمناها بحال هذا الشكل بحال هكا مع شويه ديال المعدنوس. والى هنا اضرب لكم موعد في وصفه جديده قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.